أنواع الروبوتات؟ عندنا أنواع من الروبوتات. عندنا الروبوت الويزو، الروبوت هذا يستقبل الزوار، يعني يرحب ويسلم عليهم، فالروبوت يعتبر ريسبشن. عندنا برضه روبوت اللي هو تقديم الأكل، يقدم الماء، يقدم الأكل، يجي للزوار. أيضا عندنا روبوتك آرمز، عندنا اللي هي الأذرعة المساعدة في عملية التصنيع. لو مثلا عندك مصنع وتبي تسرع البرودكشن لاين، بدل ما تحط عمال تبي تحط روبوتات، عندنا أيضا روبوتك آرمز تشيل المنتجات وتحطها من مكان لمكان، تؤدي المهام البشرية، فتصير عملية التصنيع فولي أوتوميتد، أتمتة بالكامل. ايضا عندنا الروبوت ساره اللي هو اول روبوت بشري عندنا مصنع في السعوديه، وحاليا برضه قاعدين نصنع محمد، فان شاء الله بتشوفون روبوت محمد في معرض ليبل القادم باذن الله في مارش تقريبا. بس هذا اللي عندنا. برضه روبوت اخيرا ينظف الارض، ينظف الارضيه، انواع الارضيات ينظفها، يؤدي المهمه بالكامل وتقريبا بس. ايضا عندنا سوفت وير سولوشنز، يعني AI سولوشنز بالشركه في كواليتي سبورت سولوشنز. بس يعني في شيء توصيل. اي نعم، نقدر نؤدي مهام التوصيل عن طريق السياره. وايضا في عندنا روبوت للداخل البيت يوصل اي غرض، اللي هو نفسه روبوت تقديم الاكل. وفي نوع ثاني يشيل لك باكج كبير، يعني هذا الروبوت تفتحه وتحط فيه، يعني فيه زي الصندوق تحط فيه غرضك او البوكس، ويروحوا في داخل البيت، يروح للغرفة اللي حاب توصل له او الاوفيس حق الشخص اللي تبي ترسل له. طيب التصاريح جاهزه ولا كيف؟ التصاريح بالنسبه للسياره المعتمده ذاتيه القياده للان تحت، يعني قاعدين نحاول نطلعها حاليا بالشركه باذن الله، يعني في الايام القريبه، يعني او الاشهر القريبه، بنشوف سياره معتمده ذاتيه القياده صناعه سعوديه تمشي عندنا بالشوارع. يا سلام، الله يبشرك بالخير بإذن الله. الله يحفظك. شكرا.